مفاجأة كبرى تتفجر في تعيين وزراء دونالد ترامب، والرئيس المنتخب منزعج من إيلون ماسك، والأخير يلجأ إلى سلاحه الأقوى. فما القصة؟ في الوقت الذي يسعى فيه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى تعيين الوزراء الجدد في الإدارة الأمريكية المقبلة، دخل الملياردير إيلون ماسك فيما يشبه الحرب حول تعيين وزير الخزانة وفق ما نقل موقع العربية. فقد لجأ إلى سلاحه الأقوى ألا وهو منصة أكس من أجل رفع أسهم وفرص هاورد لوتنيك بعدما تضاءلت إلى حد بعيد إثر تلميحات حول ترشيح سكوت باسنت. بدوره استخدم روبرت أف كينيدي جونيور وسائل التواصل الاجتماعي لإعلان دعمه لرجل الأعمال هاورد لوتنيك من أجل تولي وزارة الخزانة، بينما لا يزال ترامب يواصل التشاور بشأن هذا المنصب المهم، إلا أن ماسك ذهب في دعمه للوتنيك إلى حد تشويه سمعة المرشح الآخر سكوت باثنت الذي أعرب الرئيس المنتخب عن إعجابه الكبير به وفق ما نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، كما حث مستخدمي أكس على إبداء آرائهم بهوية المرشح الأنسب لتولي وزارة الخزانة، مؤكداً في الوقت عينه دعمه للوتنيك الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية كانتور فيتزجيرالد في خطوة قد تضع ضغوطاً على ترامب لاختياره. وكتب ماسك الذي كان يقدم المشورة لترامب بشأن الموظفين على حسابه على إكس أن لوتنيك سوف يحدث التغيير المطلوب. المفاجأة الكبرى تكمن فيما أكده المقربون من ترامب، فهل وقع الخلاف بين الرجلين؟ أكد بعض المقربين من ترامب أن هذه المناورة أو محاولات الضغط عبر إكس قد أزعجت الرئيس الأمريكي وكبار مساعديه، ما دفع البعض إلى التساؤل عما إذا كان سيختار مرشحا مختلفا تماما عن الاثنين، وخصوصا أن لدى ماسك وكينيدي مجتمعين ما يقرب من 210 ملايين متابع على إكس، ويبدو أن هذا الرقم إذا ما تفاعل فعلا مع دعوة الملياردير والحليف البارز لترامب إلى المشاركة مباشرة في عملية اتخاذ القرار بشأن منصب وزير الخزانة وأبداء الرأي قد يغير رأي ترامب، إلا أنه سيشكل سابقة بمسألة تعيين الوزراء في تاريخ الولايات المتحدة، حيث سيكون سلاح السوشيال ميديا قد دخل فعليا رسميا هذا المعترك. لقاء ترامب وماسك ينفي كل الشائعات. كل هذه الأنباء تضاربت مع الخبر الذي نشر عن حضور الرئيس الأمريكي المنتخب مباراة في الفنون القتالية المختلطة بمسابقة UFC في ماديسون سكوير جاردن في نيويورك، حيث شوهد الملياردير الأمريكي بصحبة ترامب في النزال وفق وكالة Associated Press. To the world famous octagon, flanked by UFC CEO Dana White, 45, soon to be 47, President-elect Donald Trump. I wish the people at home could-